All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن الأسد في لعبة Red Dead Redemption 2. طبعا في نسبة منكم يعرفون انه في أسد في اللعبة، لكن ايضا في نسبة كبيرة اخرى ما يعرفون هذا الشيء، فتعالوا سويا نشوف قصة الأسد، فيلا نخش في المقطع. اولا الأسد راح يظهر في أحد المهمات الجانبية البيضاء، وموقع المهمة راح يكون أعلى مدينة الساندينيس وبالقرب من مدينة رودز. لما تجي للمهمة راح تحصل رجل بملابس غريبة جدا، وأيضا اسم هذا الشخص هو مارغريت. طبعا زي ما تعرفون مارغريت هو نوعا ما اسم امرأة، فالآن يعني راح تتساءل ليش هذا الشخص اسمه كاسم امرأة وليش لابس هذه الملابس الغريبة. بكل بساطة هذا الشخص يتظاهر بأنه امرأة، ودور هذا الشخص هو أنه يقوم بأفلام ومسرحيات مختلفة بمشاركة حيوانات معينة. بكل بساطة يعني هذا الشخص هو ممثل شخصية امرأة أو متقمص شخصية امرأة، وهو أيضا يستخدم الحيوانات في مشاهده ولقطاته ومسرحياته وأفلامه، لذلك ترون هذا الشخص لابس ملابس الحريم زي ما تشوفون. طبعا المشكلة اللي واقع فيها مارغريت انه عرباته اللي تنقل الحيوانات انقلبت، ومع هذا الانقلاب كل حيواناته اللي استخدمها في المسرحيات هربت واختفت، وراح يطلب المساعدة منك يا آرثر مورغان. Can I borrow your gun? I want to shoot myself. You see, I'm buggered. What? My animals, they escaped and now I'm buggered. What escaped? A priceless Ranjaniki tiger from the slopes of the Hindu Heights. A fantastic, elusive zebra from the plains of Ongo Bongo by the shores of the Limpopo. And a magnificent lion from the grasslands of Tanganyika. طبعا زي ما سمعتوا هربت منه ثلاثة حيوانات، زيبرا ونمر وأسد. طبعا أول حيوان راح يبحث عنه آرثر مورغان وراح يحصله راح يكون حيوان الزيبرا. سهل جدا انك تحصله، كل اللي عليك انك تتوجه للمكان المعين وعلى طول راح تحصله. لكن في شيء غريب جدا في الزيبرا. واللي هو انه لما تقرب منه راح تلاحظ انه ما هو زيبرا فعلا، وانما حمار وانتو بكرامة، لكن مطلي بالوان معينة على اساس انه زيبرا زي ما تشوفون، يعني بمعنى اخر زيبرا بالكذب. طيب الآن على طول راح يجي سؤال في بالك، ليش هم يطلون الحيوانات؟ ليش هم يكذبون زي كذا؟ بكل بساطة يكذبون ويطلون عشان المشاهدات والحضور والأرباح وغيرها. يعني زي ما تعرفون الزيبرا والأسد والنمر نوعا ما صعب جدا انك تروضهم وتخليهم أليفين ويقومون بمشاهد معينة، صعب جدا. فهذا الشخص قال بكل بساطة ما لنا إلا نضحك عليهم ونسوقها على المشاهدين ونجيب كلاب وحمير وغيرها عساس إنها أسود ونمور وأشياء كبيرة جدا. طبعا لما تمسك الزيبرا راح توديه لمارغريت، ولما توديه هذا اللي راح يصير. Found him, our zebra. Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a lady animal wrangler. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah, what turning. There. In the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. Well, as long as you don't pay me with tickets to your show,
Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment. Of course, of course. I shall make it worth your while. But, first, we shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. They're down there on Callagher Way. Please, I hate to ask. All right, I'll see what I can do. طبعا زي ما شفتوا وعدنا اننا راح ناخذ جائزة كبيرة جدا لو ساعدناه اكثر، وفعلا آرثر مورغان راح يقبل بهذا الشيء وراح يساعده للمرة الثانية، وفي هذه المرة راح تجيب النمر الهارب. وفي هذه المهمة راح تقابل مساعدة مارغريت وهي ايضا تبحث عن النمر الهارب. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy! Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. طبعا أثناء البحث راح تحصل جثة أسد، لكن لما تركز فيها أكثر راح تلاحظ إنه أصلا هو كلب، لكن خلوه أسد عن طريق الطلي والألوان والمكياج وغيرها. طبعا هذا الكلب اللي على أساس إنه يكون أسد من طقم مارغريت، لكن النمر اللي من طقم مارغريت أيضا أكلوا وقتلوا زي ما شفنا. طبعا الآن آرثر مورغان راح يدور على النمر الهارب، وفعلا راح تحصله، ولما تحصله راح تقوده للعربة حقت المساعدة. طبعا أيضا لما تركز فيه له أكثر راح تتأكد إنه ما هو نمر وإنما كوغر، يعني أيضا هذا الكوغر صابغينه وملونينه ومكيجينه عشان يكون نمر زي ما تشوفون. يا أخي هذول حرامية درجة أولى يسوقونها عليهم يعني. طبعا الآن راح تقول يقود النمر لمارغريت، ولما توصلوا هذا اللي راح يصير. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good, jolly good. You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. طبعا زي ما شفتوا ايضا مارغريت راح يطلب المساعدة للمرة الثالثة والاخيرة، وراح يطلب منك انك تجيب الاسد. طيب بما انه الزيبرا طلع حمار والنمر طلع كوغر، الاسد ايش راح يطلع؟ عري ولا ايش؟ هاشتاج عري، اللي يعرف معنى كلمة عري يكتب لنا في خانة التعليقات. طبعا على حسب كلام المواطنين الاسد شوهد في مدينة الامرالد رانش، ولما تيجي الامرالد رانش راح تحصل الناس متوترين وخايفين وفي حالة يعني جدا سيئة، وراح تحصلهم مقفلين على هذا المخزن. طبعا اللي عليك انك تتحقق من المكان، ولما تتحقق هذا اللي راح يصير. I'll take care of this. Sweet mother. Easy, boy. Easy. Shit! Is it dead? I pray that thing's a goner.
طبعا زي ما شفتوا طلع فعلا الأسد، وكان لازم نقتله لأنه ما كان عندنا خيار، لأنه الأسد زي ما شفتوا كان جاينا ماشي ألف وجاء مهاجم علينا، فاضطر آرثر مورغان إنه يقتله ويدمره زي ما شفنا. طبعا الآن آرثر مورغان راح يرجع لمارغريت ويقول له الأخبار، وأيضا آرثر مورغان راح يرجع لمارغريت عشان ياخذ جائزته. Man eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking you for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I knew. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is rum, old boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. So long, Mr. Morgan. طبعا زي ما شفتوا مجوهرة خضراء زي اللهب وفخمة، صح؟ طبعا على طول راح يجي في بالك انه هذه المجوهرة راح تنباع بمبلغ غالي جدا، لكن الموضوع ما فيه انها تنباع فقط ب$50 عند الفنس. صراحة ما ادري يعني هل $50 هذه في فترتهم السابقة تعتبر يعني مبلغ كبير جدا، ما ادري صراحة، لكن انا اللي شايفه يعني $50 على هذه المجوهرة نوعا ما قليل، ويعني آرثر مورغان احس انه انضحك عليه، ما أدري صراحة، ممكن يعني تكون لها قيمة عندهم ذيك الفترة $50. بكل بساطة هذه هي قصة الأسد. صراحة استمتعت جدا في القصة وخشيت جو معاهم ومع قصتهم الرهيبة هذه. طيب شاركونا آراءكم يا لهبيين عن الأسد وعن هذول الأشخاص، هل تشوفون يعني فعلهم مبرر إنهم يكذبون عشان المشاهدات والحضور وغيرها، أم إنهم يعني أشخاص غريبين أطوار وأشخاص يعني حرامية؟ شاركونا آراءكم. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ولا الأسد يداهمكم مداهمة لهبية ويدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.